صعبة جدا على الفريق وعلى النادي وعلى جمهور نادي الباطن. 22 إصابة شيء مو بسيط، يعني تخللها جهاز فني، المدرب قريده، جهاز إداري، لاعبين مهمين كثير، ولكن الحمد لله يعني احنا من بداية الموسم كوننا فريق، يعني من جميع اللاعبين كانوا في مستوى واحد. الفريق مستحيل انه يعتمد على 11 لاعب، والمجموعة اللي لعبت المباراتين وجابت 4 نقاط صراحة ما قصرت، وكانوا قد الحدث، كانوا قد المسؤولية، والحمد لله يعني طلعنا فيها وكنا قد الحدث يعني، والحمد لله. والله الحمد لله في الباطن كلنا الحمد لله مجموعة واحدة وقلوب على بعض. صراحة جميع المسؤولين يعني قريبين من اللعيبة، وهذا اللي صراحة يخلينا ينعكس علينا في الملعب. الحمد لله زي ما انت شايف النتائج يعني مو بذابة، الحمد لله نتائج جيدة وإن شاء الله القادمة أجمل. الإدارة، إدارة النادي ممثلة بأخوي الأستاذ ناصر هويدي وجميع أعضاء مجلس الإدارة صراحة ما قصروا، عملوا جهد كبير. أيضا المشرف على الفريق أخوي حميد سعود، الإداريين معاي إخواني نواف الشمري ومطر الظفيري، صراحة تحملنا المسؤولية، حاولنا نوفر جميع الظروف، نهيئ جميع الظروف للعيبة. واللعيبة أيضا أنا ترى دائما اللاعبين بما أنهم هم اللي داخل الملعب فطبيعي يكون الحمل أكثر عليهم. صراحة يعني شو أقول لك، شيء مفرح جدا، شيء مفرح جدا مجهود اللاعبين داخل الملعب. يعني فعلا كنا في أزمة، ولكن بعد الأزمة صراحة شيء يثلج الصدر. حتى قد الوسط الرياضي كله تعاطف مع الباطن، والشيء الجميل أن الباطن يعني ما تأثر. أنت لما تتكلم عن نتائج بالعكس الفريق ما تأثر، هذا كله يرجع للأخوان اللاعبين اللي ما قصروا صراحة. والله إن شاء الله يعني بقينا 7 مباريات بنقاتل فيها زي ما اتفقنا كلنا أنها 7 نهائيات، بإذن الله بنطلع بأكثر عدد النقاط. إحنا نادي يعني إن شاء الله نقد المسؤولية، وفعلا اشتغل الرئيس كثير على الموضوع هذا، حفز اللاعبين، حفز الجهاز الإداري، حفز الجهاز الفني، الحمد لله في النهاية يعني ربنا وفقنا. اي والله دوري صعب زي ما انت شايف تقارب في النقاط، بس الحمد لله ان شاء الله انه بنكون فوق مع نهاية الدوري باذن الله. وهذا يثبت لك يعني انه إدارة نادي الباطن ولله الحمد قادرة انها تدير أزمات كثيرة في النادي، بغض النظر عن موضوع الكورونا، ودائما ما تواجهنا ظروف كبيره، ولكن الحمد لله يعني نطلع فيها بخبره الاداره. انت عارف يعني الاداره سنوات كثيره في النادي، خاصه الرئيس النادي اخوي ناصر هويدي رجل متمرس في الرياضه السعوديه وعارف الامور هذه، ومرت علينا ظروف كثيره، والحمد لله يعني بالنهايه تجاوزنا المرحله، وان شاء الله ان ما تجينا ولا تجي احد ان شاء الله ثاني. والله طبيعي اي فريق يعني صراحه يخاف من الهبوط بحكم ان فاسوة الترتيب، بس ان شاء الله ان بنحاول ان نبقى ذا الموسم. والله شوف انا اتوقع يعني قراءتي الخاصه ان اللي يثبت بالدوري لابد انه يحقق اقل شيء 36 نقطه. انا اتكلم صراحه لان الدوري السنه هذه جدا قوي والجميع متقارب، يعني جميع الفرق متقاربه، حتى ضمك الان رجع للمنافسه وممكن انه يسوي شيء بعد. يعني احنا جروب واحد، مجموعه واحده من بدايه الموسم. زي ما انت شايف الحمد لله عندنا لعيبة على الدكة مميزين. اوكي الغيابات كانت صراحة مؤثرة ولعيبة كبار، بس الحمد لله قدرنا ان نكون فريق متماسك ونواصل. هو فعلا يعني هو المنعطف الاخير يعني، والمنعطف الاصعب يعني. انت عارف المباريات الجاية خاصة الاربعة مع الاندية الجماهيرية تعتبر مباريات صعبة جدا جدا، وجميعها خارج ارضنا عاد الشباب في ملعبنا، ولكن مثل ما قلت لك انا احنا واجهنا ظروف كثيرة وتعديناها يعني بتوفيق من رب العالمين، وان شاء الله اننا قادرين يعني قادرين ان نلعب المباريات هذه. والطبيعي ترى الفريق اللي يبغى يثبت في الدوري لابد انه يقارع الكبار، لابد انه يفوز على الهلال، يفوز على النصر، يفوز على الاتحاد، شباب، واللي ما يفوز على الانديه هذه انا اقول انه ما يستحق انه يثبت في الدوري.